سؤال: ما هو مصدر وبداية رسم الصليب؟ متى بدأت وهل هي قبطية أم كاثوليكية؟ لا، رسم الصليب ده من أيام بولس الرسول، من أيام الرسل، اللي يقول: حاشا لي أن أتخذ إلا بالصليب ربنا يسوع المسيح. ما هي الدلائل والآيات التي تظهر عظمة رسم الصليب؟ هو رسم الصليب له معاني كثيرة، وخصوصا ان احنا بنرسم الصليب ونقول باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد. ففي رسم الصليب اعتراف بعقيدة الثالوث القدوس، لانك بتقول باسم الاب والابن والروح القدس. كمان في رسم الصليب اعتقاد بالتجسد وبالفداء، لأنك بتقول ربنا نزل من السماء إلى الأرض فنقل الناس من الشمال إلى اليمين، من الظلمة إلى النور، فنزل من السماء للأرض بالتجسد ونقلهم من الشمال إلى اليمين، أو من الظلمة إلى النور، دي حكاية الفداء. وفي رسم الصليب أيضا اعتراف بأنك أنت مسيحي. وفي رسم الصليب تعترف بأن الصليب قوة ضد الشيطان، فأنت لما بترسم الصليب الشياطين تخاف منك وتبقى أمان بالنسبة لك. ولذلك احنا بنرسم الصليب في كل حال، حتى قبل الأكل بنرسم الصليب، وقبل الصلاة بنرسم الصليب، وفي كل مناسبة. كذلك رسم الصليب يحمل معنى البركة، لأن الصليب هو الذي به بارك الله الناس وفداهم، فأصبح يرمز إلى البركة. فباستمرار نستخدم الصليب أيضا في البركة، وهذا ما يفعله الكاهن حينما يقول السلام لجميعكم ويبارك الناس. أيضا رسم الصليب فيه اعتراف بقوة هذا الصليب، لأن كل ما فعله الشيطان حطمه رب المجد على الصليب، وأصبح الشيطان يخاف من علامة الصليب. ففي رسم الصليب فيه قوة. حاجات كثيرة طبعا لو قعدنا نتكلم عايزة موضوع خاص.